الاهلي دلوقتي اكتر فريق مصري مستقر فنيا؟ اه لا اداريا، ما الاداره دي بتفرق في حاجات كتير، بتنعكس على اه طبعا طبعا كل شيء. لازم، مش هفصل الاداره عن الفن، مش هفصل خالص. لكن الاهلي اكتر نادي مستقر اداريا طبعا. لسه امبارح خبر كبير قال اعلان الاهلي افتتاح فرع التجمع الخامس. ما هي طبعا ما دي بتسلم دي بتسلم دي بتسلم دي، فانت اللي عندك الـ 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 الاداره مستقره، في فلوس، في رعاه، في مش عارف ايه. انا خلاك الزمالك ده يعني اصل التجمع الخامس هي مش مجرد منشاه، ها مش مجرد منشاه، لا لا بتتكلم فلوس بتدخل، عضويات بتتعمل، القصه كبير. لا لا القصه اكبر من اكبر، استقرار. فاستقرار، فانا كلاعب بحس ان النادي مستقر، انا كمدرب بحس النادي مستقر، حتى لو الفلوس يعني الاجانب اتاخرت شويه الفلوس ما فيش مشكله، لكن مش في دوشه ومشاكل طول الوقت دوشه ومش عارف ايه. لا بتاثر مهما كان، بتاثر اكيد اكيد بتاثر طبعا. وطب المجلس هيتحل؟ لا مش هيتحل. الاهلي لو ربع المشاكل في الزمالك ده مش هنشوف قدام 10 سنين. ده الزمالك، جمهور الزمالك ده بطل، ولاعيبه الزمالك ده ابطال. 10% بس، مش اه اه 10%. لا 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 ما حدش يستحمل الاوضاع دي، ما حدش يستحمل. بس خد بالك برضه عشان نكون فير، جزء من الازمات الكتير اللي حاصله اداره الزمالك كانت لها دور يعني. ايا كان يعني انا بقول يعني انا بقول ايه، تخش صدمات طول الوقت. لا لا انا بقول بص تخش خناقات طول الوقت. انا بقول ايه يعني. انا بقول ايه، انت انا بوصف وضع دلوقتي، انا بقول لك سر. انت بتقول لي الاستقرار الفني، قلت لك لا، الاستقرار الاداري منعكس يا فندم. الاستقرار الاداري هو اللي بيعمل كل حاجه في الدنيا. الاستقرار الاداري ده، انا نادي مستقر واخد بالك. لا بس عايز اقول لك على الاهلي فنيا السنه اللي فاتت مثلا كان عنده تراجع فني، بس الاداره قعدت ركزت، بنت، ادت اجازات، جابت ما يعرفش مدرب، يعني بدات تفكر ودي نتيجته ولا ايه؟ ايوه ده طبيعي، انت كده كده اصلا انت النادي يعني اقصد قعدت تفكر يعني فكرت بالبلان ازاي ترجع تاني الفرقه تقوم، عشان كده قامت بسرعه لانك فكرت صح واشتغلت. لا وفي المقابل طبعا ان يعني الامور في الكوره ماشيه، يعني هي الامور في الكوره ماشيه برضه. انت بتتكلم في ان الزمالك وقع وقعه غريبه، اللي هو الزمالك اللي كان منافس لحد شهر 12. لا مش غريبه، لا هي وقع غريبه بالنسبه للموسمين اللي فاتوا. لا ما هو ده كنتائج، كنتائج بس كانت متوقعه يعني لما تخش. لا ما كانتش من بدايه الموسم، ما كانتش متوقعه. مش كل البطولات دي، مش كل بطوله تدخل فيها تخرج. يا جماعه طب ادوني فرصه اتكلم، انتوا متفقين عليها؟ انا لا لا مش متفقين. اقصد متوقعه في ايه؟ ان انت بادئ الموسم على فكره ما كنتش وحش، انت كنت لغايه الجوله السابعه ولا الثامنه انت بتنافس. لا هو لا، الزمالك في شهر بعد 10 جولات الزمالك اول الدوري. حلو. الزمالك والاهلي 24 و24 بقى اللعيبه، وخناقه فتوح وخناقه فلان وخناقه علان، وده فجاه. لا انت وقعت قبل الفتوح والكلام ده. لا لا فجأة وقعت من ماتش اسوان، وحتى لو ده حصل السوبر، حتى السوبر مع الاهلي، ماتش السوبر مع الاهلي حتى لو ده حصل فرق. ما انا بقول لك ما هي بتفرق بقى، ما انت الاداره اما تبقى الحكمه ان انت ازاي تلم وازاي تشتغل. انت اما تبقى عادي ماتش وعادي مفيش مشكله، انت لا واللعيب اللي مش عارف ده يمشي وده يقعد، لازم تبقى فيه هدوء. اصل وارد ما انت كسبته وقبل القطر اضطر، مش كان متوقع الاهلي يخرج؟ ها مش كان متوقع؟ لا ده قطر القطر ده يعني تعمله تمثال. طب قبل الماتش ده مش كانت تعمله مثال في مدخل النادي؟ ما هو ده بقى، ما هو ده بقى الاداره عملت ايه؟ برضه سكتت وفضلت مين؟ ده انت المفروض تعمل له اغنيه. لا انا قصدي لما هو ده بقى الجزء اللي انا بقول لك الكوره ماشيه، ما هي دي لو دخلت لا ما الموضوع كله هيتغير 180 درجه. ما هو اقصد اقول لك ايه؟ لما حصل انه الشواهد بتقول ان الاهلي ممكن يخرج، ما شفناش بقى الاداره طالعه وتهاجم ولاعيبه وتخبط ورزق. لا يعني لا هو الاهلي يعني ما بيخشش وما بيحشش في الحته دي مع اللعيبه ولا بيهاجم اللعيبه ولا الكلام ده كله. ان انت في الزمالك انت مستقر في اول 10 جولات. انا معاك، احنا هنا كنا بنتكلم الزمالك المتصدر الدوري. لا بس انت بتتكلم، خد بالك ان الاهلي متصدر، بتتكلم في حاجه تاني بقى الاداره بتخش فيها، اداره الاهلي بتخش فيها، تتكلم في بيانات مع الاعلام ومع التحكيم ومع يا سيدي. انا بتكلم مع اتحاد الكوره ومع الحاجات دي كلها. جدعان انا بتكلم على الفرقه. هو ده المفروض. ايوه ماشي، انا بقول لك ما هو ده دور. انا بتكلم على اللعيبه. لا ما هو بقى هي دي هو بياخد الجمهور للحته دي. بس انا بتكلم على الفرقه واللعيبه، وانا بتكلم على مشاكل اللعيبه والفرقه. احنا يعني احنا لو قعدنا دلوقتي مسكنا قائمه الزمالك هتشوف كام لعيبه عامل مشاكل والاداره والخناقات، هتلاقي مثلا اربعه خمس ست لعيبه لها تاثير على كل الفرقه. قصدي كده ان انت ليه بتستعجل طول الوقت الصدام؟ يعني الانديه الكبيره اللي زي دي هو الريال مش وارد. احنا معاك ان في غلط كبير جدا. طب هو انت مش وارد تخسر كاس سوبر؟ ما وارد. هو الاهلي مش كان ممكن يخسر قدام بيراميدز؟ هو قدام بيراميدز مش الاهلي كان ممكن يخسر؟ ايوه
هل كانت هتحصل تصريحات وخبط ورازه وانت عندك ترجي مثلا؟ احنا رجعنا تاني ان الاصل ان قصه الاستقرار الاداري ده بينعكس على كل حاجه. الاصل ايه؟ الاصل ان الاداره تبقى هاديه ومسانده للعيبه، ولو حصل دروب معلش وما فيش مشكله. فهي دي المشكله، دي كانت مشكله الزمالك. نتمنى عموما ان الدنيا تختلف الفتره الجايه. نتمنى، لا انا اتمنى ان الناس كلها تقف مع الزمالك، عشان اللي بيحصل في الزمالك ده ما اسموش اخفاق، ده اسمه انهيار. ما هو ده اللي بنقوله لسه في بدايه الحلقه، بنقول في بدايه الحلقه عرفونا راسنا من رجلنا. يعني كده كده عشان الناس تفيد، حتى الناس تتكاتف مع مين. ما هو لو عكس الموضوع والمشاكل دي كلها في النادي الاهلي وطلع قرار مثلا بعزل رئيس الاهلي ولا حاجه، مش تاخد حكم عشان حكم انا لازم الناس هتخلص وهيجيبوا اداره بكره. طبعا انا بكلمك من الاخر اهو. كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي، اشكرك شكرا جدا. ليك توقع لماتش الترجي بسرعه هناك؟ هناك ممكن تعادل. خضري ليك توقع؟ اعتقد تعادل. شرفتنا ونورتنا، شكرا شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء اذا كان لنا عمر ما شاءت الله حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.